في شيء رئيسي وخط واضح لمارسيل كولر في التاكتكس بتاعه، وهي فكره حتى احمد عبد القادر في كره الهدف، فكره الجناحين بدون كوره في اوقات كتيره جدا، الدخول لعمق الملعب، وفكره ان هم بيعملوا مش الكاتنج انسايد اللي هو التقليدي، فكره الوينج اللي بيضم لجوه وهو معاه الكوره، لا هم كمان دايما بيدخلوا للعمق ودايما بيتحولوا كمهاجم تاني. دايما هتلاقي الجناح العكسي لمكان استحواذ على الكوره بيضم يدخل لجوه كمهاجم تاني يا اسامه. وعشان كده بيستخدم كتير حسام حسن في انه يحطه جناح عشان ماشي. يلعب اللعبه دي. لما لعب حسام حسن كان يبدو لي فكره ان هو بما ان هو الجناح عنده بيتحول لمهاجم تاني في لحظه تحضير اللعب في الجزء العكسي، فليه ما يبقاش الجناح هو اصلا حد مهاجم؟ انا شفتها ما نجحتش قوي. عشان الفينش بتاع حسام بالظبط يعني ما نجحتش، ولكن انت يعني قريت الفكرة الرئيسية لكولر اللي هو كان بيفكر فيها، وللأمانة دي حاجة ما كناش احنا بنعملها كتير كنادي أهلي. أنا دايما كنت أشوف الجناحين عندنا جماعة بيستنوا على الخط، بيلعبوا فلانكس بلاير، يعني اللعيبة اللي هي على الخط، ياخد الكرة يحاول يروح، يحاول يدخل لجوه، تتقطع منه تروح، إنما تحركه بدون كرة والقطع للداخل في عكس زاوية تحضير الكرة، لو بتحضر شمال هتلاقي الجناح اليمين بيدخل مهاجم تاني، بتحضر اليمين تلاقي الجناح الشمال بيدخل كمهاجم تاني. دي بصمة كولر واضحة جدا، وانت بتتفرج هتبقى شايفها، وهتبقى شايف ان كولر بيركز عليها. وللأمانة يا أسامة هتشوف صلاح كتير جدا بيعملها بره، هتشوف كل فينيسيوس جونيور في ريال مدريد بيعملها بره، هتشوف كل الفرق الكبيرة في أوقات كتيرة جدا دخل مفيش الحاجة التقليدية اللي هو طول الوقت الجناح بيلعب على الفلانك وطول الوقت الجناح مستني الكرة تيجي في رجله ويبقى بيشوف هيعمل ايه. فدي حاجه بيعملها كولر بشكل واضح وبتتحضر في الاهلي. احمد عبد القادر انا قلت هنا يا اسامه وانا هقولها بشكل واضح واوضح كمان من المره اللي فاتت، لو هنتكلم على مهاره مقارنه بلاعب زي رمضان صبحي، انا في رايي ان احمد عبد القادر ممكن نقول بيتساوى معاه في المهاره، ولكن بيتفوق عليه في ايه؟ في حته انه اكثر مرونه واكثر رشاقه. ولكن كمان رمضان جه في وقت وقف، يعني يمكن فايلر بس افكت اللي هي الفتره اللي كان فيها تاثير فايلر اللي انعكس رقميا، ورجع تاني لحته الارقام الضعيفه جدا. انا قلت هنا احمد عبد القادر ونموذج كريستيانو رونالدو ملهاش علاقه بمقارنه امكانيات، والا نبقى احنا بنتكلم في عبث. احنا بنتكلم في فكره لاعب بيتحط كنموذج، ازاي مع مانشستر يونايتد في بدايه المواسم ليه ارقامه كانت ضعيفه جدا، ازاي السير اليكس فيرجسون نما عنده، امتى يعمل ايه، القرار، كل القصه كانت تتعلق بالقرار، امتى يراوغ، امتى يلعب على المرمى، فده انعكس في ارقام فلكيه جدا لما تيجوا تقارنوا. ويمكن مره نعملها لكم رقميا هنا ونوريكم فكره الانفجار حصلت ازاي لكريستيانو رونالدو بدور مدير فني واستعداد عند لاعب انه يحول امكانياته والمهارات والاستعراض لانه يخدم الفريق كله يا اسامه. وده اللي نتمنى احمد عبد القادر، وده اللي بيوديك ما بين تخلص الكارير بتاعك تلاقي نفسك الله اللعيب ده كان حريف جدا، وما بين اللعيب ده كان بيجيب بطولات وبيعمل ارقام زي ما شفنا بركات وتريكا والارقام اللي هي بتقول كل سيزون اللاعب ده في 20 مصطلح تنهار. واحد ما بين الحاوي وليد سليمان واي حاوي اخر، ده حقيقي ده حقيقي. وليد سليمان حاوي عامل ارقام، عامل انجازات، حواية كتير جدا، مجرد تاريخهم عبارة عن ترقيصة تشميسة كوبري، ده حقيقي. ولما تيجي تتكلم دلوقتي وتعمل له، وهو ده هي دي كرة القدم، لما تيجي تعمل له هايلايتس هتروح جايب له من مباريات ايه، كم كرة بيرقص فيها، كم كرة في نص الملعب حلوة جدا وخد سبعة وبتاع وخلصنا على كده. فأحمد عبد القادر أنا كل ماتش بكون زعلان على الإمكانيات اللي تقدر تطلع أكتر من كده بكتير جدا. هيطلع إن شاء الله، وهيجي إن شاء الله بإذن الله.